استوطن الأشوريون شمال غرب العراق منذ الألف الثالث قبل الميلاد، واعتنقوا المسيحية في القرن الميلادي الأول، كما تعرضوا للاضطهاد في عهد الملك الفارسي شابور في القرن الرابع وأيام الخليفة العباسي المتوكل. مثل السريان والأرمن عن الأشوريون من المذابح على أيدي العثمانيين، فأبيد نصفهم، ثم أكملت حكومة فيصل الأول ورشيد علي الكيلاني عام 1933، فهجر قسم منهم إلى الجزيرة السورية. يتركز وجود الأشوريين حاليا في محافظة نينوى، ولا سيما في سهلها شرق الموصل، حيث انتشرت حضارتهم وآثارهم، وبقيت قلة في بغداد وأماكن أخرى، وبدأت أعدادهم بالتناقص منذ ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب مع إيران وإبان العقوبات الدولية، وصولا إلى سقوط بغداد عام 2003. واجه الأشوريون عنف الجماعات الإرهابية عقب الغزو الأمريكي، وتراجعت أعدادهم، وقتل قسم منهم وهاجر آخرون، ولا سيما بعد اجتياح داعش مناطقهم في نينوى عام 2014، حيث قطعت رؤوس مفكرين ومثقفين ورجال دين، إضافة إلى الاغتصاب ومحاولة الإبادة، وجرى تدمير الكنائس وتحطيم معالم حضارتها العريقة في مدينة نمرود، حيث كانت تقدر أعداد المسيحيين في المنطقة بمئة ألف، هاجر 90% منهم إلى إربيل ودهوك، لم يعد منهم سوى 50% بعد تحرير المنطقة وبضع عائلات إلى الموصل. لا يخفي بعض الأشوريين رغبته في حيز مستقل رغم قلة عددهم في ظل ضبابية المستقبل، لكن ذلك يواجه صعوبات كثيرة فيما يتماهى البعض مع الواقع الحالي في شمال العراق أو في مركزه.